السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة تانية في كورس الـ MCSE Private Cloud. موضوع النهاردة اسمه Configuring Virtual Application Delivery. هو عبارة عن ثلاث أجزاء، هو موضوع كبير شوية، فاحنا هنقسمه على ثلاث حلقات إن شاء الله. أول حلقة النهاردة هتكون عن حاجة اسمها Web Deploy. أول حاجة هنتكلم عنها في الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله هتبقى Dynamic Application Deployment. لو حبينا نفهم هي الديناميك ابلكيشن ديبلويمنت، فاحنا يعني بكل بساطه لو جينا نتكلم عن اللي هي البرامج الموجوده في الشركات، فاحنا اتفقنا اللي هي غالبا تكون البرامج عباره عن ويب انترفيس، واجهه بتاعه ويب اللي هو اليوزر بيقدر يتعاملوا معاها، عشان هي ديت متطلبات اللي هي الكلاود، بحيث اللي هو اليوزر يقدر مثلا من خلال الموبايل بتاعه يقدر يستخدم يقدر ياكسس اللي هي الويب بيج ديت، ومن خلالها الويب بيج دي بتتعامل مع برنامج اللي هو الابلكيشن نفسه اللي هو اليوزر عاوز ياكسسه، ومالتي تير اللي هو يعني غالبا البرنامج ده بيكون موجود على كذا مكنه ومحطوط بينهم مكنه بتعمل نتورك لود بالانس. اللاين اوف ال او بي ديت معناها لاين اوف بزنس ابلكيشن. هنا الابلكيشن، وهنا عندك اللي هي الويب، واخر حاجه بيكون عندك اللي هي الداتابيز اللي هي تخزن فيها البيانات بتاعه اليوزرز. فده العادي بتاع اي يعني معظم البرامج بيكون ديت اللي هي اللييرز بتاعتها او المكونات بتاعتها. فالفي ام ام عشان يسهل علينا عمليه الديبلويمنت البرامج، فهو يعني بدل ما انت مثلا الويب ابلكيشن عشان تعمل ديبلويمنت للويب سيرفر ابلكيشن جديد، فانت بتروح بنفسك تسطب تجهز اللي هو سيرفر هاردوير، بعد كده بتسطب خاصيه الاي اي اس، بعد كده بتجيب اللي هي بتعمل اكسبورت بتعمل كوبي اللي هي السيتنج بتاعت الويب سيرفر القديم، وتوديها للويب سيرفر الجديد، لازم تكون عملت اكسبورت للسيتنج، وبتظبط النتورك لود بالانس بتاعهم اوتوماتيك اللي هو يعني يقدر يخدم على اللي هي الاثنين، او على الويب سيرفر القديم والويب سيرفر الجديد. فهو ال في ام ام بيقدر يعمل لك كل ده اوتوماتيك من غير ما تتعب نفسك، انت بس بتجهز له السايت. مثلا لو انا جيت اتكلم على اللي هي الويب ابلكيشن، فانا بجهز له السايت وبحطها له عنده كملف مضغوط في اللايبراري بتاعت ال في ام ام، بنجهز له تمبلت، بنحدد فيه الخواص بتاعت المكنه الجديده اللي هو عاوز يعملها، وبنقول له عندك الابلكيشن اهو اللي انت هتسطبه. وهو لما يجي يسطب اللي هي المكنه الجديده، فهيسحب الابلكيشن على طول ويسطب منه، زي مثلا ما شفنا في حكايه اللي هو بنحدد له الهارد البي اتش دي اللي هو بياخده ويسطب من عليه اوتوماتيك. الويب ابلكيشن ديت اللي هي البرامج اللي بنعمل بناخد منها نسخة وبنعينها كملف مضغوط، بنستخدم فيها الويب ديبلوي، هي ديت اللي بنقدر نعمل بيها الحكاية ديت. البرامج اللي هي المالتي تاير لاين اوف بيزنس او اي برامج عموما، فبنستخدم معها سيرفر اب في. بالنسبة اللي هي الابليكيشن بقى، فاحنا بنعمل له اللي هو عملية بنخليه بورتاب. مثلا لو اكيد قابلتوا برامج بورتابل معاكم يعني اتعاملتوا معاها، فهي العمليه ديت بتتم عن طريق مثلا في مايكروسوفت بتتم عن طريق اب في اللي هي الكلاينت العاديه المنتجات العاديه، او في برنامج من في ام وير اللي هو اسمه سين ابلكيشن، ده برضو بيقدر يعمل لك اللي هو البورتابل ابلكيشن. فكرته اللي هو بياخد يعني بياخد السيتنج، فكرته اللي هو احنا بنسطبه قبل ما البرنامج ينزل، وبعد كده بنعمل نسطب البرنامج، وبعد كده بنعمل سكان على الانفايرمنت بتاعتنا كلها، وبنشوف ايه التغييرات البرنامج عملها في على السيرفر او على الويندوز، وبناخد اللي هي التغييرات ديت وبنسيبها، بحيث اللي هو مثلا وديناه سيرفر تاني، فاحنا بنحط يعني بيتفك البرنامج بالسيتنجز بتاعته اللي هو ظبطها هناك، بحيث اللي هو انت تقدر تتعامل معاه في اي حته من غير ما تحتاج له تسطيب تاني. عموما اللي هو الابي العادي ما ينفعش يشتغل معانا، علشان مثلا
كمثال عندك اللي هي مثلا برامج الانتي فيروس ما بتقدرش تشتغل، اللي هي برامج الانتي فيروس العاديه اللي بتاعت الكلاينتس العاديه ما بتقدرش تشتغل على السيرفر، فاللي هو السيرفر ليه الانفراستراكشر بتاعته، الانفايرمنت بتاعته مختلفه. مثلا في برامج كتيره بتحتاج بتعتمد على رولز، علشان كده مايكروسوفت منزله اللي هو السيرفر اف بي لوحده، يعني نقدر نتعامل بيه مع اللي هو السيرفر. هو تالت حاجه اللي هو سيكوال سيرفر، زي ما احنا شفنا مثلا لما جينا نصطب السيكوال اللي هو بياخد وقت طويل جدا في التصطيب، فمش كل مره هاجي اصطب مكنه لما اجي اصطب عليها سيكوال هقعد انا اضيع الوقت ده كله في التصطيب، لا انا بعمل بجهز نسخه اللي هي زي ما بقى كنت بجهز الويندوز بعمله سبريب، برضو هعمل سبريب النسخه الانستنس بتاعت سيكوال واخزنها على في اتش دي متجهز عليه برضو ويندوز، بحيث لما هاجي اعمل ديبلويمنت هبقى هعمل ديبلويمنت الويندوز عليه نسخه انستنس بتاعت سيكوال جاهزه، او هو بس حابب الكونفيجريشن ولا يعني وساط اللي هو هيتظبط بقى بيهم الحكايه ديت. بتتم عن طريق اللي هي داتا تاير ابلكيشن، او ليها اختصار مايكروسوفت مسميها داك، معرفش ايه علاقه الداك بالاختصار الكلام ده. اول حاجه او ثاني حاجه هنتكلم عليها النهارده، او هي اول حاجه في الموضوع بتاع الابلكيشن اللي بتاعت الديناميك ديبلويمنت، هتبقى اللي هي ويب ديبلويمنت تول. زي ما اتفقنا لما بنيجي ننقل سايت من على سيرفر لسيرفر تاني، فاحنا يعني بنعمل كوبي وبيست اللي هي الداتا بتاعت السايت او الفايلات بتاعت السايت، وبعد كده من نحب نعمل اللي هي الملفات الكونفيجريشن بننقلها، وبعد كده بنظبط اللي هي حكايه اللود بالانس مانوال. فاول حاجه هي ديت بتضيع وقت كتير. تاني حاجه ممكن يعني في عرض الهيومن ايرور، فطبعا احسن حاجه ان احنا نعملها اوتوماتيك، اللي هو البي ام ام بيوفر لنا الحكايه دي اوتوماتيك باستخدام اللي هي الكيت اللي هي الويب ديبلويمنت تول. الويب ديبلويمنت تول بتسهل عليه عمليه اللي هي الويب سايت ديبلويمنت، بتخليني بتسمح لي ان انا اعمل الباكج، هتاخد لي اللي هي السيتنج والملفات والداتا بتاعت السايت هتخزنها جوه الباتش ديت. الباكج دي هتخزن لي في ملف دوت زيب فايل اللي هو بخزنه بعد كده في البي ام ام، وبقدر البي ام ام بقدر اسحب بيه من برضو من هي خلال هي الويب اللي هي من خلال الويب ديبلويمنت تول، بكون مسطبها على اللي هو الجهاز اللي انا هسطب عليه. الويب ديبلويمنت تول بتسحب اللي هي الزيب فايل ده من البي ام ام وبيسطبها عليه على اللي هو الجهاز اللي انا هسطب عليه السايت يعني، او هعمل عليه اكستنشن للسايت. زي ما شفنا اللي هو ده اللي هو مثلا السيرفر اللي كان عليه السايت، فانا بعمل باكج وبخزنها على بي ام ام، وبعد كده من البي ام ام بقدر اعمل لها ديبلوي على كذا سيرفر تاني عشان اعمل اكستند للسايت بتاعتي. لو جينا نتكلم على الفيتشرز بتاعت الويب ديبلويمنت، ف اول حاجه اتكلم عليها اللي هي الويب ابلكيشن باكجنج، فانا بقدر اعمل باكج لويب ابلكيشن او كانتاير سايت، او اللي هي الداتا بيز الموجوده مع السايت، يعني انا اقدر اعمل الويب ابلكيشن او انتاير سايت ومعاهم الداتا بيز بتاعتهم، وبقدر اعمل برضو باكج اللي هي الداتا بتاعت سايت، فديت ميزه يعني داتا مثال الاكسس ليست واللي هي الاوبجكت مديول كوم والجلوبال اسمبلي كاش، فدي حاجات بتعب يعني الويب ديبلوي بيعمل لها باكجنج اوتوماتيك بدل ما انا اقعد ادور على اللي هي سيتنج بنفسي مانوال. بعد ما عملت الباكج ما هحتاج اعمل ديبلويمنت، فميزه اللي هي الويب ابلكيشن ديبلويمنت ما هيش محتاجه ادمنستريتيف بريفليج. تاني حاجة انا بقدر اضبط يعني اغير البارامترز بتاعت اللي هي الباكج اللي انا جهزتها، مثلا لو انا كنت اعمل الباكج بتاعتي بري برودكشن فانا عاوز اخليها برودكشن، امر سهل اللي هو باستخدام الابلكيشن ديبلويمنت. بتعمل انتجريت مع اللي هو الاي اس 7، بحيث اللي هو الاي اس عندي بيحصل له اكستند
الاوبشنز بتاعته اللي انا بقدر من خلال مثلا في المنيو بتاعته اقدر اعمل اكسبورت او امبورت اللي هي السايتس من خلال الهول اي اس. تالت حاجه اللي هي ويب سيرفر مايجريشن اند سينكرونايزيشن. فانا اقدر اعمل سينكرونايز يعني مثلا لو انا جهزت لو عندي اللي هي الباكج بتاعتي اللي هي الزيب فايل ديت مثلا عملتها على ويب سايت مثلا من قيمة اسبوعين وانا جددت في الويب سايت بتاعتي، فانا بقدر اعمل سينكرونايزيشن انا احدث اللي هي الزيب فايل بتاعي ده باخر حاجات حسب الويب سايت بتاعي، فانا بقدر اعمل مايجريت الويب سايت كامل او ويب سيرفر كامل او ويب ابلكيشن. بقدر اعمل اللي هي سينكرونايزيشن بس يعني الشينزز بس. بيقدر يعمل شيك على يشوف ايه الحاجات اللي ناقصه في السينكرونايزيشن وبيحدثها. اثناء السينكرونايزيشن هو بيعمل يعني بيبص على الاي اس كونفيجريشن ويبص على السكيور سيركت لير سيرتيفيكتس ويبص على الاي اس بي كونفيجريشن. بتقدر تعمل هي حاجات المايجريشن والسينكرونايزيشن ديت من خلال كوماند لاين او من خلال اي بي اي. كملخص اللي قلناه قبل كده، فانت بتقدر تعمل كرييت اللي هي الويب ديفلوبمنت باكج باستخدام الاي اس مانجر او باستخدام الفيجوال ستوديو، بحيث اللي هو الويب ديفلوبمنت بتقدر تندمج مع اي اس زي ما اتفقنا. بيعمل لك منيوز المنيو بتاعتها بتزيد اللي انت تقدر تعمل امبورت اكسبورت. بالنسبه اللي هو الناس اللي شغالين فيجوال ستوديو دوت نت او بيعملوا بيصمموا اللي هي السايتس بتاعتهم باستخدام فيجوال ستوديو، فهي بتقدر تندمج برضو مع الهوا الفيجوال ستوديو بحيث تقدر تعمل اكسبورت وامبورت من خلال فيجوال ستوديو او استخدام الهوا الويب ديبلوي كوماند لاين. بيقدر تعمل بيه كل اللي هي الاوامر اللي انت استخدمتها في الاي اس او في الفيجوال ستوديو. حتى الكوماند لاين بتقدر يعني اتجاه تعمل بيه ميزته اللي هو بتقدر تعمل بيه سكريبتات عشان حاجات اوتوميشن تسهل عليك اوتوميشن. السيتنج اللي احنا اتكلمنا اللي هو الويب ديبلوي بياخدها بيه معاه، فانت عندك اللي هي اكسس ليست اللي هي الكوم كونفيجريشن جلوبال اسمبلي كاش ريجستري سيتنج داتابيسز الدوت نت فريم ورك كونفيجريشن السيرتيفيكتس الابلكيشن بول كونفيجريشن. بيكون عندك ملف اسمه كونفيج دوت ويب، ده بيكون متخزن فيه اللي هي الحاجات المتعلقه بالسايت كمسار اللي هي الداتابيز بتاعتها كمسار سيرفر بعيد هي معتمده عليه كمسار اليوزر والباسورد والكريدنشال الكونكشن سترنج اللي هي بتعتمد عليها. فالحاجات دي انت برضو بتحتاج تضيفها في الباكج ديبلوي بتاعتك اللي انت هتحطها في البي ام ام علشان هي اصلا كده كده السايت معتمد عليها، بحيث لما بتنزل برضو السايت على سيرفر جديد تنزل معاها اللي هي السيتنجز ديت. انا جيت هنا على سيرفر اللي هو بتاع السان بس يعني انا شغل بكده حاجه بسيطه يعني مجرد تجربه بس. المفروض السيرفر عشان اسطب عليه اللي هو الويب ديبلوي، المفروض السيرفر اللي اسطب عليه الويب ديبلوي هيكون اللي هو السيرفر اللي عليه السايت اللي احنا عاوزين نعملها باكجينج. عموما انا جهزت سايت هنا بسيطه لو حبينا نبص على بعض، فانا جيت هنا على اي اس عامل سايت اسمها تيستر وبصينا عليها براوز هتلاقوا بس هي سايت فيها صفحه واحده زي تيست بيج. مفيش يعني حاجه كتير بس اعملها عشان نجرب اللي هو بيقول لي مع بعض. فهدوس هدبل كليك عشان ابتدي اعمل التصديق، هقول له نيكست هيقول اكسبت هيقول لي عاوز تطب ازاي. لو بصينا بس على كاستم هنا فهتلاقي عندي اللي هي اي اس مانجر يو اي موديول ديت اللي هو بينزل لي يعمل يعني بيندمج مع اللي هو الاي اس بحيث اللي هو يقول ايه طلع لي اللي هي الاكسبورت والامبورت. ريموت ايجنت سيرفيس اللي هو بيسمح لي ان انا اعمل يعني بعمل اللي هي مانج الاي اس ريموتلي. انا بس هحتاج اللي هو يعني اعمل بس باك اب واقول له تيبكال زي ما انت اقول له انستول اقول له فينيش. لو هقفل اللي هو الاي اي اس افتحها تاني سيرفر مانجر اجي هنا على الاي اي اس فلو جينا هنا على السيرفر بتاعنا في الاي اي اس
هتلاقي عندي هنا قائمة اللي هي اسمها ديبلوي جديدة نزلت لي، هتلاقي عندي هنا اكسبورت سيرفر باكج وامبورت سيرفر اور سايت باكج. ديت هتسمح لي ان انا اعمل اكسبورت اللي هو كل السايتس الموجودة في السيرفر. لو جينا على السايت بتاعت اللي انا جهزتها اللي هي التست ديت، هتلاقي عندي برضو قائمة ديبلوي اكسبورت، بس دي هنا بقى هكمل اكسبورت او امبورت السايت دي بحد ذاتها. فانا هقول له اكسبورت ابلكيشن، هيقول لي انا هعمل اكسبورت اللي هي ويب ابلكيشن اللي هو اسمه تيست، هعمل كرييت الابلكيشن وهاخد الفايل سيستم بتاعتها اللي هي اصلا ما عنديش غير اللي هو الاندكس دوت اتش تي ام ال اللي انا عاملها، فهو دي اللي هياخدها. لو كان هياخد حاجه تانية كان هيوريها لي. هنا لو جيت بصيت على مانج كومبوننت هيسمح لي ان انا اضبط، يعني زي ما اتفقنا اللي انت بتعمل اللي هي ويب دوت كونفيج اللي انت بتعمل تظبط حاجات معينه، فانت ممكن هنا تضيفها. انا يعني مش عاوز اتعمق في الكلام ده عشان هم الناس بتوع البرمجه المواقع او اللي هي بتعمل مع مواقع هي اللي خبير عني في الكلام ده. لو جينا هنا في الادفانسد سيتنج هتلاقي برضو هي اكسس ليست وريتراي التمبر والانترفلز واللي هي الرولز والكلام ده. هقول نكست. البارامترز اللي انت هتستخدمها لو كنا هنا اللي هي الماتش كومبوننت هي نفس البارامترز الموجودة هنا، ممكن تقول له اد بارامترز مثلا، يعني ممكن تضيف له اللي هي الداتابيز اللي هي بتاعتك اللي انت هتستخدمها لو هو السايت دي هتستخدم داتابيز اللي هو الطي السيكوال او الباسورد اللي هي الحاجات اللي انت هتستخدمها هنا. بارامتر فاليديشن هي بس عشان انا السايت اللي عاملها يعني سيمبل، ف يعني مش الحاجات دي مش هتطبق معايا في هي السايت اللي عاملها. هقول نكست، هيقول لي عاوز تعمل لها اكسبورت فين، اقول له اعملها على الديسكتوب، هو عاملها لي مثلا باسم واحد، اقول له اوكي سيف، اقول نكست. دلوقتي ابتدت اعمل عمليه الاكسبورت وظهر دلوقتي بيقول لها العمليه تمت بنجاح، وديتيلز ديت الحاجات اللي هو عاملها لي عمل لها اكسبورت، اقول له فينيش، فهو ده الملف هو اللي هو عمل الاكسبورت لي. الطبيعي دلوقتي اللي احنا هاخد الملف ده هو دي ال VMM Virtual Machine Manager بحيث ان انا اقدر اعمل deployment من على ال VMM. بس هنجرب الاول نعمل له امبورت عشان يبقى كده غطينا كل حاجة في الويب ديبلوي، واللي هي الخطوة الجاية بقى اللي هو يعني هنتكلم ازاي نودي ال VMM وازاي نعمل له يعني نعمل نسطبه من خلال الفي ام ام. بس ده مش هيتغطى في الفيديو بتاع النهارده، ده هيتغطى في فيديو تاني ان شاء الله لما هنتكلم عن اللي هي البروفايلز والتمبلتس بتاع الفي ام ام. انا جيت هنا على السيرفر اللي هو بتاعي اللي هو هوست اون، وسطبت عليه الرول بتاعت الاي اس، وسطبت عليه الويب ديبلوي، وجهزت السايت عندي حطيت على الديسكتوب. هفتح السيرفر مانجر، اروح على اي اس، اختار اللي هو السيرفر، هاجي هنا على السايتس واختار اللي هي الديفولت ويب سايت، اقول له امبورت ابلكيشن، هيقول لي مكانه فين، هقول له اللي هو اسمه واحد اللي هو على الديسكتوب، هقول له اوبن، هقول له نكست، هيقول لي ديت الملف اللي انت هتستخدمها اللي هتعملها امبورت، هقول له اصلا هي ما كانش عندي غيرها يعني هعملها امبورت. الادفانسد سيتنج نفس الكلام اللي احنا كنا عاملينه الاكسبورت هو اللي عامل الامبورت، اقول نكست، هيقول لي هتعمل لها امبورت في المكان ده، اقول له اوكي، فابتدي يعمل امبورت اهو، خلاص عمليه الامبورت نجحت، اقول له فينيش. لو لاحظتوا اللي هي الامبورت بس اللي هي جت دخلت جوه الديفولت ويب سايت، هي ما جاتش كويب سايت لوحدها. لو جينا هنا قلنا له براوز، هتلاقوا هي اللي هي فتحت معايا هي السايت اللي انا كنت عاملها. هي بس الاختلاف الوحيد اللي هي نزلت لي هنا تحت الديفولت ويب سايت عشان انا عملت لها امبورت تحت السايت ديت. بس يعني هي ديت كده الفيديو بتاع النهارده يكون خلص. هي كانت بس فكره بسيطه عن الويب ديبلوي اللي احنا نقدر نستخدمه مع
احنا بنعمل باكج للسايت وبنقدر نفكه تاني في السايت، حتى اللي هو يعني الشرح بتاع مايكروسوفت نفسه مش عامل، يعني مش طالب منك ان انت تعمل اكسبورت وامبورت، حتى مش موجودة في اللابات، هو مجهز لك، يعني هو مديك باكج جاهزة وهتقدر تستخدمها مع الفي ام ام. انا بس حبيت اوريلكم يعني اللي هي الفكرة بتاعت الـ OWA، وهنستخدمه بقى مع الفي ام ام الزايدة في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. يعني احنا دلوقتي هنتكلم عن السيرفر ابلكيشن في او سيرفر اب في الفيديو الجاي، بعد كده هنتكلم على ازاي نعمل سيكوال انستنس، نعمل لها سيسبريب بتاعها الفيديو اللي بعده ان شاء الله. بعد كده هنتكلم بقى الفيديو اللي بعدهم عن اللي هي البروفايلز والتمبلتس، وهنشوف ازاي نقدر نعمل بقى ديبلويمنت الفيرشوال ماشينز من استخدام التمبلتس ديت. احنا نعمل ديبلوي للفيرشوال ماشين بيكون نازل عليها الويندوز بتاعها ونازل عليها رولز جاهزه ونازل عليها الويب سايت بتاعتها والبرامج جاهزه. احب اهدي شكر خاص للمهندس احمد صلاح صاحبي وصديقي، يعني اداني نصايح كتيرة في التعامل مع الفيديوهات وقدم لي مساعدات كتيرة، فكل الشكر ليه. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى يكون نال رضا حضراتكم، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.